السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد المقصود. النهاردة هنتعلم إزاي نرسم بالحروف والأرقام. تعالوا معايا، إحنا دلوقتي هنعمل إي إف دي إيه؟ خد بالك معايا بقى هترسم إزاي. أول خط هيجي هنا وعامل ادي واحد، تاني خط ادي اتنين، هشرحها لك تاني. بعد كده بعمل ايه؟ باجي جاي هنا عامل رقم اتنين، حاطط هنا نقطة، طالع من هنا برقم واحد وعامل سين، وهنا طبعا بعمل تمانية، وهنا ادي واحد. لو انا كده عملت كده السمكه برقم بايه؟ كتبنا هنا ايه؟ اف. انا عايز اكتب رقم خمسه، رقم كام ده؟ خمسه. اول واحده بنزلها خط، تاني واحده هنا خط اهي، بعد كده باجي جاي عامل هنا نقطه، عامل هنا ثمانيه، عامل هنا السين. كده عملت انا كده سمكة اف. يبقى انا عملت هنا اف وعملت هنا ايه؟ رقم خمسة. يبقى انا هنا عملت اف وعملت رقم كام؟ رقم خمسة. عايز الاف تاني؟ حاضر. الاف ادي هنا، ادي الاف. أول خط من هنا بنزل بمنحنى، بعمل معاه كمان خط تاني، هنا تمانية، بعمل رقم اتنين، بطلع من هنا بواحد وأعمل سين، وهنا تمانية. كده أنا عملت السمكة، سمكة القرش والسمكة العادية.